حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا حسين عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله قال عطش الناس يوم الحديبيه والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوه فتوضا فجهش الناس نحوه فقال ما لكم قالوا ليس عندنا ماء نتوضا ولا نشرب الا ما بين يديه فوضع يديه في الركوه فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا خمس عشرة مئة